أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم هنا من مقر جريدة اليوم. اليوم طبعا ونحن نحتفل باليوم الوطني المجيد، يوم الشموخ، يوم العزة، يوم المجد، يوم النماء، يوم الازدهار. حبينا ونحن في جريدة اليوم أن نقدم لكم شخصية رياضية بدأت في الرياضة تقريبا منذ التأسيس، وكان أول رئيس لمكتب رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية مطلع الستينات من الميلادية من القرن الماضي. طبعا واكب العديد من الأحداث والعديد من المسميات للبطولات، بالتأكيد لديه إجابات أيضا عن أسئلة واستفسارات يعج بها الوسط الرياضي إعلاميا وجماهيريا. أستاذنا القدير الأستاذ عبد الله فرج الصقر أبو حازم اللي نتشرف فيه حقيقة في هذه المناسبة وجريدة اليوم مع إطلالة اليوم الوطني 90، تتشرف حقيقة بتقديم هذه الشخصية الفذة، المؤرخ التاريخي الرياضي الكبير، صاحب الرؤية الثاقبة منذ الخمسينات من القرن الماضي، وهو في هذا المضمار قدم الكثير لرياضة الوطن، عمل الكثير حقيقة مع المسؤولين الرياضيين في المملكة العربية السعودية، عمل في فترة الأمير عبد الله الفيصل الله يرحمه، فترة الأمير خالد الفيصل الله يحفظه، في فترة أيضا الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه، العديد حقيقة من الشخصيات الرياضية. عبد الله فرج الصقر المؤرخ السمقني عن التعريف، عم أبو حازم مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والسعادة، مرحبا بك. نبارك لك في البداية باليوم الوطني، نبارك لقيادتنا، نبارك للشعب السعودي، ونبارك أيضا إلى وسطنا الرياضي. والله هذه مناسبة سعيدة عموما لكل المواطنين السعوديين وكل من يعيش على هذه الأرض، فهو طبعا في حل أو في واجب أنه يعني يهدي كل ما في قلبه من محبة وأخوة وصداقة وأمنيات إلى الجميع، وليظهر مدى الاحتفال بهذا اليوم، اليوم الوطني السعيد الذي تحتفل فيه الأمة السعودية بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة إن شاء الله. فلا شك أنها مناسبة سعيدة ومناسبة جيدة، وكل اللي يعتز بها وكل نفتخر فيها، فنهنئ الشعب السعودي بصفة عامة، ونرجو له أن يعيد الله عليهم هذه المناسبة إن شاء الله أعيادا وأعيادا مديدة في السنوات القادمة إن شاء الله بإذن الله. عمي أبو حازم، انتشرت صورة من شركة أرامكو 1947 لحضور المؤسس طيب الله ثراه هنا في المنطقة الشرقية، مباراة وتسليم كأس في هذه المناسبة، وكما يقول التاريخ بأنها المباراة الأولى والأخيرة أول مرة التي يحضرها المؤسس طيب الله ثراه. وأنت من أبناء المنطقة الشرقية وعايشت الرياضة السعودية يعني منذ بزوغها، تحدثنا عنها عن يعني عن قصة هذه الصورة أو قصة هذا الحدث. والله حدث هذا أنا طبعا كنت في لما حصل الحدث كنت في سن صغير، يعني ما كان لم يسبق لي لم يكن لي شرف الحضور، ولكن يعرف من خلال المخالطة والتعريف مع الإخوان الرياضيين السابقين كلهم أن هذه المناسبة صارت بمناسبة زيارة المؤسس طيب الله ثراه لهذه المنطقة لافتتاح ثلاثة أو أربعة مشاريع تقريبا. المشروع الأول كان البير رقم 7 في بالنسبة للأرامكو، بير الخير الموجود، ثم افتتاح مديرية شرطة الأمن بالنسبة للمملكة مقاطعة الظهران، ثم إمارة المنطقة الشرقية في ذاك الوقت كانت في الخبر، اسمها إمارة الخبر الموجودة، ثم
أخيرا مدرسة الخبر الأولى، أول مدرسة كان يفتحها كمان يفتح الملك نفسه كمان. فالملك يعني هو اللي تقريبا في ذاك الوقت فتح هذه المناسبات كلها مع بعض في وقت واحد نفسه هذا. فتلك المناسبة اللي تضفي على المنطقة، وكل ما كلها في الناس المنطقة الكبار لا يزالوا يذكروا هذه المناسبة ويعتزوا بها ويفتخروا فيها. خاصة وسطنا الرياضي لا شك يعتز بهذه المناسبة، لا شك لا سيما حقيقة أنه تعطي دلالة واضحة للجميع اهتمام القيادة من الملك المؤسس طيب الله ثراه إلى يومنا هذا. والشباب الرياضي يعني عنده حظوة للقيادة السعودية لا شك أنه يعني حضور شخصية بمقام المؤسس الأول طيب الله ثراه لمباراة كرة القدم كأول مناسبة يحضرها وآخر مناسبة تقريبا ما في مناسبة أخرى أظن حضرها كرياضة، كانت شيء لكل الأطراف للسعوديين ومن حواليهم ومن جمع في الرياضة، والرياضة لا تزال تعتز بمثل هذه المناسبة التي حصلت وسجلت كتاريخ يشهد باهتمام الناس وفرحتهم تسجيل هذا الحدث الجيد او الحدث الممتاز تقريبا. اي نعم جميل جدا ابو حازم وابو عجاله. خلينا ايضا له بدايات كره القدم والرياضه في المملكه. وابو عجاله احنا سمعنا انها بدات عن طريق السواحل يعني الساحل الغربي والساحل الشرقي. لا شك انه الرياضه في البيت طبعا الساحل لا قيمه عشان اختلاط بالناس غير المقيمين يعني، والمنطقه الغربيه لا شك ان لها الاسبقيه في مثل هذه العمليه، ويعتبر الجاوة او الاندونيسيين هم اول من بدا الرياضه في المنطقه الغربيه في جده في مكه بالذات قبل جده جده، وبعدين ساعد على الانتشار في جدة لوجود المراكب تقريبا جدة ميناء مفتوح، فكل البواخر لما تيجي تلعب مباريات مع الفرق الموجودة المحلية، فهذا ساعدت في تنشيط الحركة الرياضية تقريبا في جدة. ونفس العملية هنا بالمنطقة الشرقية، لأن الخبر كانت هبدة الوصل بين السعودية والأرامكو كانت تجيب كل أغراضها تقريبا وما تحتاجه من البحرين عن طريق ميناء البحرين. ففي سنة 1935 تقريبا هي في 34 فكرت في عمل في تطوير الميناء، كان فرضة صغيرة على شاطئ البحر، فطورت هذا الميناء وخلته بعد في يعني محلات استقبال سفن كبيرة تشيل معدات حق البحرين، كان الأكل للموظفي العرامكو تقريبا والمعدات اللي تحتاجها المواصير كلها تجي عن طريق ميناء الخبر، حتى انه الميناء في فتره من فترات ما امكنه انه يتحمل هذه الكميات. يعني ابو حازم نقدر نقول انه ارامكو هي التي ساهمت في انتشار كره القدم في المنطقه الشرقيه. لا شك لها الحظ الاول، لا شك انها هي الارامكو نفسها. من ضمن التاسيس ومن ضمن الشخصيات الموجوده هي تعاقدت في اخر عام 34 مع مجموعة، كان من بينهم واحد محمد البلوشي موظف في الميناء في نفس الميناء فتح عام 35 34 بدأوا يعدونه ويطوروه تقريبا في ميناء الخبر. فأحمد البلوشي كان من لعيبة الكورة، خصوصا أنت عارف أن كثير من الشباب البحريني نزح المملكة أول ما طلع البترول، وكانوا أول الناس البنوك الموجودة والمدرسين والموظفين والمتاجر كل من البحرين كانوا في ذاك الوقت تقريبا، زائد أنه سكان الخبر الأصليين والدول الدمام أساساً كانوا في البحرين في البداية، ثم نزحوا في عام 23 بدأت النزوح من البحرين انتشار. فالتعرف على هؤلاء الناس تقريبا أحمد البلوشي جاب الكورة معه وحب يلعب في نفس العمل، كان يطقط الكرة لوحده كل يوم ينضم له عدد من الأفراد. وكانت هذه البداية تقريبا في الخبر بالنسبة لعام
في العام 34 تقريبا هذه. ومثل ما تفضلت انه كان بالخب بحضره الدمام الخبر العديد الانديه، يعني الان احنا عندنا في الخبر القادسيه كان بالاول يقول وحده الخبر والهلال والشعلة. نعم الانديه كانت الفرق كانت كثيره، كانت ما كان في تنظيم رياضي من جهه مختصه، لا اتحاد ولا لعبه ولا شيء، لكن فكان كل عدد من الشباب شكلوا فريق معين ويزيد بعض يلعبون، تلاقي خمسة ستة عندهم فكرة والباقيين يكمل تكملة عدد يعني. لكن ليس مسجلين رسميين في ما كان في تنظيم، ما كان جهة مسؤولة. وهذا أبو حازم اللي بنبتدي معاك إياه إن شاء الله إن شاء الله في شاء الله. بعد الفاصل نتحدث عن نوعية المنافسات قبل تشكيل الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي. أعزائي المشاهدين فاصل ومن ثم نستكمل الحديث مع الأستاذ عبد الله فرج الصقر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نعود من جديد مع ضيفنا الكبير الأستاذ عبد الله فرج الصقر بمناسبة اليوم الوطني 90. بالتأكيد نتحدث عن الرياضة السعودية ونشأة الرياضة السعودية، وخير من نتحدث في هذا المجال بالتأكيد عبد الله فرج الصقر المؤرخ وأول رئيس لمكتب رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية مطلع الستينات الميلادية من القرن الماضي. أبو حازم عندنا في الوسط الرياضي جدل يعني خلينا أقول لك إياها، ومد وجزر، وفي البرامج في وسائل التواصل الاجتماعي، لغة الجماهير، لغة الإعلام. إحنا نقول نوعية المنافسات أو المسابقات اللي كانت في الفترة ما قبل تشكيل الاتحاد السعودي أو بداية تشكيل الاتحاد السعودي كمؤسسة رياضية كما يقال 1900 على ما أعتقد 56 ميلادي، كيف كانت طبيعة المسابقات؟ خلينا بأخذ إياك يعني جزئية عشان الأخوة المشاهدين لقناة اليوم يقدروا يفصلوا فيها. خلينا أقول لك اليوم ماذا كانت؟ هل كانت بطولة مناطق؟ هل كانت تصفيات لبطولة كأس الملك كما يقولون؟ أم كانت دوري؟ أخذ شوية جزئية. شوف دائما البدايات صعبة، والبدايات بدون تنظيم، لأنه يعني الناس في بدايات تعرفوا هاللعبة كنوع من التسلية شوية شوية، بعدين كل خمسة ستة أنفاس يقولون فريق وسموا مسمى معين. فالوسيلة الوحيدة لتطوير هذا والحب وتمديد يعني عملية اللقاءات والحب مع بعض والاستعداد لتنشيط الأندية، هذه الأندية تصير في مباريات بين هذه الفرق صغيرة. ثم جاءت الدولة وأشرفت على هذه العملية. الإشراف عن طريق الأول وزارة الداخلية في الأول، لا ما زرت بالنسبة للمنطقة الشرقية ما لا كان هناك، بالنسبة للمملكة بصفة عامة. أو أنت تقصد أن كل منطقة كانت كل في منطقة البداية فيها نفس الوضع تقريبا، كل مجموعة معينة تتجمع مع بعض وتمارس هذا النشاط، مثل ما في الشرقية مارسوا مجموعة بأحمد بلوشي ومجموعة معاه من اللي حواليه، نفس العملية بالنسبة لي في مكة أيضا، وفي جدة نفس الشيء، وفي المدينة نفس الشيء، وفي الرياض نفس الشيء، كلها عبارة عن صقل وقت فراغ موجود، وفي لعبة معينة في ذاك الوقت كان الكل يحبها والكل يحب يمارس هذه العملية. لكن ما كان في إشراف من جهة معينة، في البداية كانت عملية مفلوتة. وكل يوم يسوي أندية، هذا يلعب اليوم هنا وبكرة يلعب، اليوم يلعب معك وبكرة يلعب ضدك فريق ثاني. بالنسبة كل في منطقته، كل منطقته، كل منطقة نفس الشيء فيها. بالتأكيد خلينا ناخذ لما أشرفت الدولة ونوع ما الدولة ونوع ما بدأت المسابقات يعني في المناطق يعني تأخذ شبه يعني صبغة الرسمية. إيش كانت نوع البطولات في المناطق؟ الصبغة الرسمية في البداية كانت كل منطقة على حدة. منطقة على حدة. المنطقة الغربية تقريبا وجود المرحوم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل تقريبا أوجد في وزارة الداخلية مكتب موجود إشراف هناك وسلم إشراف على الرياضة. فسوى البطولات، بطولة باسم كأس الملك وكأس ولي العهد
مسابقة عامة، عمل المهم للسعوديين ولغير السعوديين، وعمل بطولات مختلفة حسب الظروف الموجودة عندهم كأنهم لوحدهم. جميل. ما حد يعرف عنهم شيء. جميل. المنطقة الشرقية لما تعتبر مرة اثنين، وجود زي ما قلنا في البداية وجود الأرامكو بالذات، نعم، في وجود الجاليات الجنسيات المختلفة، لأن الأرامكو ما شاء الله اشتغل معها حوالي 45 جنسية. نعم. 45 جنسية مختلفين، إنجليز وطلاعنا وسودانيين وعدنيين وهولنديين وجنسيات مختلفة تماما. متأكد. هذه البدايات. بدايات. إحنا بننتقل إلى البطولات الشبه رسمية. أي. اللي يسمونها بطولة المناطق. نعم. أو تصفيات كأس الملك. أي نعم. أنا جايك على أساس موضوع إنه إحنا مشوا من هذا الخط اللي وصلوا إلى تنظيم الرياضي المسؤول. بالضبط. أول إدارة تشرف على التنظيم الرياضي تقريبا كحكومية هي وزارة المعارف. في المعارف في 83 كلفت من قبل الدولة بقرار من الوزراء 1383 هجري مزبوط، هجري. نعم. هجري 63 تقريبا ميلادي. نعم. أشرفت على العملية بالذات، فهي شكلت لجنة تمر على المناطق خصوصا الشرقية. الشرقية جانا مندوبين وزارة المعارف هنا، وكان فيها يمكن حوالي منطقة مليانة أندية. نعم. يمكن فيها 20 يمكن 30 يمكن 40 نادي فيها في المنطقة. كل مدينة. نعم. فيها ناديين وثلاثة وأربعة، ناديين وثلاثة وأربعة. والخبر مثلا كان في 7 أندية تقريبا. نعم. أي. فقال قرروا إنه المنطقة الشرقية لا يمكن فيها أكثر من 15 نادي بس. نعم. فطبعا هذا صار في نوع من الحساب. عملية هذا اللي عملية الدمج. الدمج. دمجوهم نفس العملية. نادي القادسية. فالخبر في حد ذاته خبر كبزمة. صفت على نادي اثنين. نادي كان الشولة ونادي الوحدة. نعم. بعدين هذين الناديين ضموا مع بعض وصاروا نادي القادسية. نادي القادسية. فأصبح القادسية في الخبر فيها نادي واحد. طيب. بس نادي القادسية. طيب. عندما تقول أبو حازم أنه 1383 تقريبا. أيوه. اللي هو مع مطلع الستينات. نعم. من اللي بدأت اللي هو بعض البطولات، ولكن مناطقية تعتبر أو على مستوى المملكة؟ لا، احنا نتكلم على الناحية الرسمية اللي. نعم. هي وزارة المعارف في البداية. بالضبط. عملت كل منطقة لحد تصف وحدها. نعم. فصفت المنطقة الشرقية هنا بالذات في 83 وكسبت نادي النهضة، طلعت الأولى في المنطقة. لا تسافر ولا تروح ولا تجي، بس منطقتها. نعم. انتهى. السنة اللي بعدها نقل الإشراف على الرياضة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بالضبط. نعم. الشؤون الاجتماعية. وشكلت في البداية لجنة ما كان في مكتب ولا في حد. نعم. فشكلوا مكتب مسؤول لرأس مدير التعليم بالمنطقة الشرقية هنا، وعضوية مكتب وزارة العمل، وإدارة الحكومية كلها تقريبا في شرطة وما شرطة بلدية، كل الإدارات الحكومية تقريبا مندوب منها مسؤول. نعم. العملية. جميل. فكانوا ينظموا بطولات محلية داخلية ما لهم علاقة في المنطقة الثانية. نعم. كل منطقة على حدها. كل منظم لوحده. جد. بنتقل إياك إلى جزئية مهمة. كانت بطولة المناطق. ايه. كل على حدة. على حدة. في 73 على ما أعتقد ميلادي. أيه. أقيمت اللي هو بطل الشرقية مع بطل الرياض وبطل الغربية. أيه. الظاهر. نعم. مع بطل. أيه. هو عملت الرياض مع جدة حائل على ما أعتقد. ما حائل في الأخير، ما جبن في الأخير هذا. نعم. في الأخير مرة نادي الجبلين. صح. الجبلين حائل في الأخير متأخرين. نعم. لكن البداية المناطق الثلاث الرئيسية بالذات اللي هي الشرقية والغربية على حدة. بعدين أخذوا الأبطال بدل المناطق، يعني أنا اشتغلت معهم في عام 83 تقريبا هجري. نعم. 83-63 تقريبا ميلادي اشتغلت في عام العشية. قبلها بسنة لما قلت لك عمل البطولة كل منطقة لحالها. بالضبط. السنة اللي اشتغلت فيها قالوا إن احنا هنعمل كاس الملك. هم دائما ينتخبوا ايش أهم شخصية تقدر تسيطر عليها بذات، وطبعا الكل نوع من الولاء لكاس الملك. بالضبط. فالكل يسمي كاس الملك على هذا الأساس، فكل منطقة صار فيها بطل سموك في كاس مشارك يصفي تالي بعدين. قال على أساس إنه يصفي لسنا عملية. نعم. إيه ويعملوا بس، فعملوا في السنة الأولى بالذات بين بطل الشرقية. نعم. مع بطل الوسطى. الوسطى والفائز من يلعب مع بطل الغربية نفس. نعم. العملية. إيه. بالضبط. إيه من الاتفاق السنة اللي بس السنة اللي بعدها فاز فيها على هذا الأساس. عموما. نعم. هذه لم تكن دوري، هي. نعم. بطولة كأس ملك يسمى، كلها تصفية شخص فريق واحد يسافر. اي نعم. طيب وحازم اليوم احنا في كوسط رياضي نتساءل
1976 ميلادي 1977 هو بداية الدوري الممتاز. ممتاز نعم. أمي بحازم وأنت عايشت الرياضة السعودية خلينا نقول لك منذ بدايتها، هل تعتبر بالفعل انطلاقة الدوري كدوري عام هو 1976 1977؟ والله يعتبر على أساس أنه فعلا أنه هو كان يعني أفضل من اللي قبله بكثير. نعم. أن كل المسابقات اللي قبله كانت عبارة عن بطولات فيها مسميات مختلفة، تسمية تقريبا تكاد تكون واحدة. نعم. تكاد التسمية هي واحدة. نعم. لكن التنظيم في حد ذاته خروج مغلوب وما في دوري كامل، ما ينطبق يعني على لائحة الدوري، ما ينطبق على الدوري إلا كمسمى. نعم. قد يكون في مسمى اللوائح الموجودة. نحن في 83 في 83 احنا عملنا تقريبا لوائح موجوده في رعاية الشباب. نعم. وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه كان تشرف، كان عبد الله العبادي مدير رعاية الشباب نفس العمليه، وكنا كان 84 جاء خالد الفيصل الله يعني. طبعا 1384 هجري. نعم. نعم. كويس. كنا الحقيقة نعمل لوائح موجودة، وكنا اتصلنا بالأمير عبد الله الفيصل في جدة. نعم. في جدة اللوائح نقرأها معه ونفس تنسيق اللوائح على هذا الأساس، فشكل على مستوى المملكة في ذاك الوقت العملية إنه فعلا الفائز من الشرقية يلعب مع الفائز من الغربية والفائز من الغربية صفي مع المنطقة الوسطى، صار. نعم. في نوع من حسب القرآن يسويها. نعم. على هذا الأساس نفسه. هذا أبو حازم هذا هو السؤال اللي أنت اللي الجميع يتساءل فيه. هذه اللي هو تعتبر تصفيات كاس ملك أو دوري؟ والله ما يعني هو هم يمكن في ذاك الوقت أعتقد سموه دوري، ما يعتبر دوري لأن في بالنسبة للمناطق المناطق ما سمى دوري، ما يسويها دوري. نعم. على الأقل في السنتين هذين اللي هو 74 على ما أعتقد 73 نعم اللي هو التصفيات اللي هو بطل الشرقية مع الوسطى والفائز مع بطل الغربية الدار ومنطقة حائل. نعم. هل أنت كرياضي معاصر في تلك الفترة هل ينطبق عليها أكثر مسابقة كأس ملك أم دوري عام؟ هي والله اعتقد هم سووا كاس الملك. نعم. لانه مهم طبعا بالنسبه لهم كشعاره وحاجه يعتزوا بها، حاجه كبيره في البلد. نعم. كل. نعم. في اعتقادهم انه كل واحد كان عمل اي عمل يعتبروا انه هو قمه والتوب بالنسبه له في مسابقه كاس الملك. إيه كاس الملك، فسموها كاس الملك في ذاك الوقت. إيه. جميل جدا. اعزائي المشاهدين ايضا سنعود معكم في هذه الإشكاليات بالنسبة إلى مسميات المسابقات وما يعني يعتري المشهد الرياضي من جدل حول هذه المسميات وحول هذه الألقاب، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود من جديد في حوارنا بمناسبة اليوم الوطني مع الأستاذ عبد الله فرج الصقر أول رئيس لمكتب رعاية الشباب المنطقة الشرقية مطلع الستينات الميلادية من القرن الماضي. أبو حازم أنا بس للأخوة المشاهدين عشان نوضح الصورة، أنا أتحدث عن المؤرخ عبد الله فرج الصقر. السلام. يعني قبل 1976 ميلادي الدوري الممتاز، هل كانت البطولات الموجودة قبل هذا التاريخ هي بطولات مناطق وتصفيات كأس الملك؟ يعني حاب أقوله يعني أوضح أكثر بيكون واضح إنه قبل 76 تقريبا كانت البطولات في المناطق، كل منطقة تقريبا على حدة حسب ظروفها، مرة نعمل لقاءات بين أبطال المجموعات وبين برا، يكون نعمل مسابقة هنا ومسابقة، في اختلاف يعني في العملية بالنسبة للتنظيم. ثم لكن بعد 76 بدأت العملية الدوري 76 بدأ التنظيم الدوري الممتاز على هذا الأساس، على أساس أبطال المناطق تلتقي مع بعض. أبو حازم إنه 1976 1977 هو البداية الحقيقية إلى الدوري بالشكل العالمي والمعترف. والله هو الشكل زي ما يقول المنسق الحقيقي، يعني خبرات السنوات اللي قبلها
بالخربطة مرة فوق ومرة تحت وخروج مغلوب ودوري كامل ولقاء نص بنفس العملية. ففعلا أنه بعد هذا باعتبار هذا التاريخ أصبح فعلا أنه هذا هو التنظيم الحقيقي. كان دوري ممتاز من اعتباره من 76 على هذا الأساس يعتبره. ما قبله يعتبر كنوع من لك قصة في الرسل. كتابة الخطاب إلى الجهة المسؤولة في الدوري الممتاز. هذا أنا الحقيقة كنا كانت في البداية سنة نروح سنة نجي، فكنت أنا ماسك الرئاسة العامة لرعاة الشباب تقريبا كمدير المدير الإدارة صلح القاضي الله يذكره بالخير ويدي الصحة والعافية إن شاء الله. وسافروا الإخوان عندهم كان في بطولة في باكستان وعرضوا علي أنا سافر معهم، قلت لهم اعتذرت لهم أنا عندي ظروف معينة، فقالوا إذا تستلم إدارة رعاة الشباب في الرياض، فرحت سلمت الإدارة لصالح القاضي وفي مكتب رعاة الشباب في الرياض في نفس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في سنة الثانية. فعدينا عديت خطاب على هذا للوزير اطلب منه الموافقة على أساس إن إحنا هنبدأ. كان عبد الرحمن بالخيل فعديت الخطاب على أساس إنه هو يعني إركاب الفرق من مناطق على حساب الوزارة سبق عشان السفر كدور ممتاز. سافروا مع بعض من منطقة لمنطقة يلعبون عملية. لبن الدوري تقريبا ثمان فرق أو عشر فرق؟ ثمان فرق والله ما أتذكر، أظنها ثمان يمكن ثمان فرق من أي. فعملت الخطاب ورحت قابلت الوزير في ذاك الوقت وعرضت الموضوع عليه وقال لي خلاص إن شاء الله الموضوع منتهي. رجعت والورقة معاي موجودة، الإخوان جو من باكستان يقول الأمر موجود عندهم بداية الدوري الممتاز موافق عليه. 1975 قبل بداية الدوري. قبل بداية الدوري. إيه نعم إيه صيفية نعم. ومن ثم تم اعتماد. بخلاص اعتمد وبدأ الدوري على هذا الأساس الدوري الممتاز. نعم. التاريخ هذا الكلمة. نعم. في بالإيجاز بالتاريخ. نعم. عشان أكون منصف وأنا أترك الإجابة إلى البعض يعتبر بعض البطولات اللي حققها قبل هذا التاريخ هي دوري. أنت أبو حازم نعم. تعتقد أنه هو الدوري بشكل الفعلي لم يبدأ إلا 1976 ميلادي؟ والله هذا الشيء النسخة الصحيحة، يعني النسخة اللي وعدت ووافقت عليها كل الأطراف وبدأت فيها فعلا الرئاسة بهذه البداية الصحيحة هي بعد 76. ما قبلها كانت سنة تقام وسنة ما تقام وتغير، وكان وما كان بطولة مناطق كان في مملات مناطق صف في سنة يلعب روح البطل يلعب مباراة خروج مغلوب ويرجع أحيانا نفس العملية. نعم. لكن ما هي البطولة الحقيقية، لكن البطولة الحقيقية اللي كانت مثل بالصورة اللي تحدثنا عنها في هذا المجال الدوري كدوري ممتاز. هذا باعتقادي أنا، هذا برأيي يعني. نعم. طيب أبو حاجة، في مسابقة كأس الملك هذا أيضا إشكالية أخرى. مسابقة كأس الملك في الماضي كانت تقام بشكل دوري أو بخروج مغلوب؟ والله غالبا خروج مغلوب، غالبا خروج مغلوب وليس بشكل الدوري. لا دوري ما 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 صار. كأس الملك ما صار دوري ما لأن أبو حازم هذا الكلام إلى التاريخ يعني عشان الإشكالية في المشهد الرياضي كلها تدور حول هذه سبحان الله. يعني هي طبعا الأوراق تثبت هذا الشيء لا شك إنه موجود، يعني لأن هذه بطولات من منطقة فيها ترتب عليها سفار ونوس روحة وجية واسم مسميات ودمنا. لكن اللي أتذكره أنا إن العملية كانت ما هي تصفيات، كانت تصفيات عزيزة سيدي العم أبو حازم. شكرا لمجيئك لمقر جريدة اليوم وحوارنا في قناة صحيفة اليوم، و بالتأكيد آرائك ستكون للتاريخ. شاكرين لك ومقدرين لك أعزائي المشاهدين أيضا، بالتأكيد شاكرين لكم، وبالتأكيد هي إجابات للتاريخ. عبد الله فرج الصقر أحد المؤرخين الرياضيين الله يعطيه طولة العمر، وهو شاهد على العصر حقيقة في رياضة المملكة العربية السعودية منذ الخمسينات الميلادية من القرن الماضي. نعم. له طبعا مناصب عديدة، ومثل ما يعني لاحظت أثناء اللقاء بأنه صاحب
أنا من وجهة نظري الخطاب الأميز في تاريخ الكرة السعودية، وهو موافقة الوزير على إقامة الدوري الممتاز. كان هذا الخطاب 1975، وأقيم الدوري الممتاز 1976 1977. إلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، وكل عام وانتم بخير. نهنئ القيادة ونهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني المجيد، يوم الازدهار والنماء والشموخ.